الغانم يأكد أيضا أن قطعات الجيش وقطعات الحدود والحشد الشعبي تؤمن الحدود العراقية السورية بشكل كامل، وهناك تنسيق مستمر بين تلك القوات. الحدود العراقية السورية معروفة للجميع أنه المسرح العراقي السوري مسرح واحد متداخل. الحدود ممسوكة بقوة من قطعات الجيش وقطعات الحدود وقطعات الحشد الشعبي، تنسيق مستمر بين القوات الثلاثة. أحب أن أطمئن أنه ليس هناك دفاع خطي، وإنما دفاع كموضع دفاعي. قطعات العمق موجودة، الإسناد الجوي موجود، الطيران السمتي موجود من القواطع، والمدفعية موجودة، والكمائن والدوريات، وموضع دفاعي متكامل ما يقدر أي شخص أن يحقق أي خرق بسيط به إن شاء الله.